الله ان شاء الله. ومعانا يعني ما ينفعش نبقى في, في, في احتفال زي ده وفرحه زي دي ما يكونش معانا المايسترو اللي العين بتحب تشوفه. يعني احنا لما بنشوفه في الملعب والله يا جماعه ما بقول لكم الكلام ده، يعني لما اتصاب جاله سبين انكل وقعد في المدرجات برضه تحب الكاميرا تيجي عليه. معانا كابتن الفريق واحد نجوم طبعا يعني مصر واسطوره كبيره كابتن عبد الله عبد السلام. اهلا بيك يا كابتن عبد الله. ربنا يخليك كابتن هيثم، اهلا وسهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب، وارحب بحضرتك وبالكباتن المستشفين يا كابتن هيثم. ربنا يخليك على كلامك الجميل دوت وسام على صدري والله. يعني لا كابتن دي حقيقه بقول لك، والله انا مش بزود كلمه، انا فعلا من الناس اللي بحب اشوفك، بحب اتفرج، مش هتفرج كفولي بول، احب اشوفك بس في الملعب. المهم انا بقول لك الف مبروك، يعني انتم السنه دي مركزين قافلين على نفسكم، الف مليون مبروك. عندكم اللي جاي لسه كمان صعب، يعني تحب تقول ايه على اللي فات وعلى اللي جاي كمان يا كابتن عبد الله؟ ربنا يخليك يا كابتن هيثم، الله يبارك في حضرتك، ببارك طبعا مجلس اداره النادي الاهلي كلها برئاسه كابتن محمود الخطيب، ببارك للجهاز الفني المحترم بكابتن كابتن محمد مسلحي والفني والاداري والطبي، ببارك للعيبه الرجاله. طبعا تحدي صعب جدا بعد خساره الموسم اللي فات دوري وكاس، الحمد لله ربنا قدر يكرمنا، يعني نقدر نفرح الجمهور حاجه بسيطه، نختم بطوله افريقيا الموسم ده، يعني واخدين الحمد لله من اول على المحمل الجديه. يعني كل الماتشات اللي فاتت الشهرين اللي فاتوا كان اهميتهم اللي هي موجوده في شهر مارس اللي احنا فيه دوت. نعم. حسمنا الحمد لله في اوله بطوله اكتوبر، ودخلنا على البطوله العربيه الحمد لله حسمناها بشكل كويس وبشكل جيد وباداء عالي الحمد لله. صحيح. فبشكر اللعيبه والجهاز الفني، وان شاء الله ربنا يكرم خلاص، يعني صفحه واتطاوت، وان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله اصعب طبعا. ربنا كريم ان شاء الله رب العالمين. خلاص احنا في نص الموسم، يعني لعبنا كتير، لعبنا من اكثر الفرق اللي موجوده في مصر، احنا لعبنا ماتشات كتيره جدا. صحيح. ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي باذن الله، يعني نأدي الصوره كويسه ان شاء الله، نقدر نرجع الدوري تاني ونرجع الكاس ان شاء الله، ونختم بافريقيا ونفرح جمهورنا كالعاده باذن الله. انتوا قدها ودوده كابتن، ويمكن بعد كاس السوبر، انت خدت كاس السوبر بعد ما استلمته ككابتن الفريق وقائد للفريق، ونزلت على عصران تقريبا ومحسن، صح ولا انا غلطان؟ لا عصران وعزب. عصران وعزب. عصران وعزب، انا اسف، عزب. محسن كان في افريقيا. محسن كان طيب. يعني انت قصدك بايه بالحركه دي؟ يعني احنا ما اتكلمناش من ساعتها، بس ايه يعني ايه مغزى الحركه دي؟ انا عايز اسمعها منك يا كابتن عبد الله. والله يعني احنا طبعا زي ما حضرتك عارف، يعني تجمعاتنا وقعداتنا مع بعض اكتر ما تكون في بيوتنا. صحيح. طبعا انا حاسس بعصران وحاسس بعزب. عصران كان نفسه السنه اللي فاتت يبقى معانا في بطوله افريقيه، بس ظروف حصلت خارج ارادته اللي هو ما يقدرش يسافر معانا. انا شايف عصران من ساعه ما جه في النادي الاهلي عايز يقدم احسن حاجه عنده، عايز يثبت للناس ان هو لعيب محترم، لعيب كويس طبعا، ولعيب محترم ولعيب ذو خلق عاليه. فانا شايف في عينيه حاجات كتيره، فكان نفسنا نفرحه ويكون معانا في افريقيا، بس ما حصلش نصيب. استنيت لحد بعد اول بطوله ان شاء الله على الموسم دوت، كان برضك عزب شايفه مو بيتكلموا مع بعض، نفسنا احنا جينا النادي الاهلي عشان نكسب البطوله، نفسنا يعني كان عايزين يحسوا بطعم المكسب. فانا الصراحه كنت سايبه مفاجاه، حتى ما كنتش بتكلم مع احمد صلاح ولا حد من الفرقه خالص، يعني استنيت لحد ما ربنا كرم الحمد لله رب العالمين ببطوله اكتوبر. واول لما جينا خلاص استلمنا الكاس لقيتهم حتى هم كانوا في حاله ذهول. انا طبعا الرساله دي بوصل لهم، بوريهم يعني انت كان عندك شغف، انت عايز تكسب في فرقه كبيره، شوف بقى احساسك وانت بترفع الكاس، شوف احساسك اول بطوله مع النادي الاهلي. يعني دي زي ما بتقول، يعني ان شاء الله ربنا يديله طول عمره على قد ما نقدر نحضر معاه في الملاعب، ونقدر نساعدهم ونقدر نلم خبراتنا انا والناس الكبيره احمد صلاح وحسام يوسف. فعايز يعني زي ما بتقول عايز رساله اوصلها لهم، ان شاء الله رب العالمين يكملوا ويستمروا في مكسب البطولات. يعني عايز اوريهم فرحه البطوله حاجه كبيره جدا، تعبك كله بيجي في ثانيه اللي انت بترفع الكاس ديت بتبقى الدنيا كلها، وربنا بيعوضك على اي تعب انت حصل منك اللي هو بيتواجد بالكاس. يعني بص يا كابتن، مني يعني بحركه صغيره خليتهم نجوم شباك، حتى لو ما كانوش، يعني انا بقول لك شوف يعني حركه انت صغيرتها عملتها كقائد فريق، يعني ما كلفتكش اي شيء غير روح كويسه، خليتهم نجوم شباك وخليتهم نجوم ماتش من غير حتى ممكن يكون في لعيب ما شاركش او ما كانش موجود. فالله اكبر على الروح يا كابتن عبد الله. والله ربنا يخليك. لا والله احمد عزب كمان يعني نجم كبير ان شاء الله رب العالمين، صاعد واعد ان شاء الله، وجاي بقوه هو وعصير ان شاء الله ان شاء الله. فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه، وهم رجاله وواخدين الموضوع جد في التمرين، مركزين بيساعدوا الفرقه قد ما يقدروا ان شاء الله ربنا يكرم. يعني حتى في حد بيستعجل على زورهم
ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله في وقتهم جاي ان شاء الله ان شاء الله ويكسروا الدنيا ان شاء الله رب العالمين باذن الله. كابتن عبد الله عبد السلام نجم الفريق ومايسترو الفريق وقائد الفريق الماسترز، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم سمعتوا وشفتوا، شفتوا الروح عامله ازاي، شفتوا المحبه، المكسب ما بيجيش من فراغ. اوعوا تفتكروا ان الماسترز بيكسبوا عشان هم الافضل فنيا بس، لا، عشان اللي انتوا سامعينه ده.